خلج الخلج شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على عجبك كده واحنا بنتسحب زي الحراميه من ظهر البلد ونخوط في طين السخاويه عشان ما حدش يشوف جنابك؟ انت اللي مصمم تخرجني بره البيت ونازل زن على وداني، وانت عارف اني مش عايز اشوف حد. ايوه يا شاهر، عايزك تخرج وتشم نفسك وتوري وشك للناس اللي انت مش عايز توريهم وشك، وتقول لهم انا اهو، واللي ما عندوش بطحه على راسه يجي يوريهاني. يلزمونيش، يشبع بيهم انت وعمدتك والبلد كلها. ما ينفعش الكلام ده يا شاهر، مهما تهرب وتبعد
جدرك هيشدك ويرجعك تاني. بينا دلوقتي الا الشمس راحت ومشوار البلد لسه بعيد. يلا بينا قبل الليل ما يليل. غريبة يا شاهر، أول مرة أشوفك خايف من الليل يا أخويا. عمري ما خاف من الليل طول ما أصحابي حواليا وسلاحي في إيدي. سمعت؟ ده صوت نبح الكلاب، ما بينبحوش كده إلا لما يشموا ريحة الديابة. يلا يا عبد الله خف رجلك. يلا يا شاهر يلا. يعني ما شفناكش في صلاة المغرب في الجامع يا عمدة لدرجة إني انشغلت عليك، لكن الشيخ حامد طمني وقال لي إنه كان معاك وسايبك بخير. طب الحمد لله، أصلاني جالي ضيف من بعيد وقاعدة طولت وصليت معاه المغرب هنا في الدار. دارك جامع يا عمدة. كتر خيرك، مش تشرب قهوتك بقى علشان نعرف نتكلم؟ هو في مانع نتكلم واحنا بنشرب القهوة؟ لا أبدا، تفضل. قول انت الاول، انت العمدة وبعد طالبني، يبقى مش من الادب ان اتكلم قبلك. سيد من يعرف الاصول الشيخ الحسينة، بس انا ما كانش عندي كلام كتير اقوله، هو سؤال واحد ورد قطع بس كده. اسأل ما بدالك. بعد الجولة يعمل ايه في البروس؟ هو الولد جولي راح البرولوس؟ يخيبه، وين اللي عمال اقول الواد ده راح فين؟ افتكر حد من اخواته قال انه سافر طنطا. حد عبد الخالق؟ نعم يا فتح الله. بلاش نلعب مع بعض اللعبه دي، انا عندي خبريه انك انت بعت الجولي مرسال للعدوي عمده البرولوس. وعلشان ما تسألنيش من هو، أنا حقولها لك على بلاطة. أنا قلت لك إني من حبة جالي ضيف وهو اللي أخرني عن صلاة المغرب. الضيف ده من طرف العدوي، إيه رأيك؟ وهو اللي بلاك إن الجولي راح لهم مرسال من طرفي. بالظبط. يبقى بلغك الموضوع اللي رحبه الجولي للعدوي. تمام. ايه هو بقى الموضوع ده يا عمتي؟ كان بودي انك تقول لي، لكن الظاهر صه عليك، علشان كده هسألك السؤال تاني يمكن تفتكر. بعدت الجولة ليه جزيرة العاصي؟ يومين هناك طبعا ما فيش غير صابر. عايز ايه من صابر يا عبد الخالق؟ انا مش غفير عندك ولا تملي بيخدم في دارك عشان تناديني باسم عاف يا فتح الله. وديك ردتها وبقينا خلصين، لكن السؤال هو عايز ايه من صابر الحسيني؟ اديك قلتها، صابر الحسيني، ومش اي حسيني، ده ابن عمده. وكان ممكن يبقى عمده لو زهدت فيها زي المرحوم ابوك، نفيته ورميته في جزيره العاصي وقلنا جزاك فعله، لكن يفضل منبوس كده محدش يسأل عليه ولا يطمن على أحواله. هيب هيب في حقنا كلنا. وإذا كنت أنت بصفتك العمدة خايف منه ومش قادر تسامحه، فإحنا نعمل الواجب بالنيابة عنك. يعني أنت بعت الجولة علشان يطمن عليه ويشوف أحواله؟ ولو كنت أقدر على المشوار ده كنت رحت بنفسي. فيك الخير يا شيخنا، طول عمرك صاحب الوصول والواجب، لكن فات عليك انك تبعت معاه رجال عشان يحرسوه. الطريق طويل وواعر وخطراته كتير، يعني المنصر من ناحية والديابة والضبوعة من ناحية تانية، وبيقولوا ان العسكر الانجليز بيدوروا على ضابط قديم من ايام الخديوي اتحبس كم سنة، ولما خرج هرب ناحية مديرية الغربية ولامم حواليه رباطية بيخطفوا الإنجليز ويخفوهم، وديله زمن متوخم وراه. يعني الجولي بطوله ممكن حظه يوديه في سكة من دول. وانت بقى قلبك واكلك على الجولي. المفروض الجولي يهمك انت،
لانه رجلك ودراعك، والمفروض انت اللي تقلق عليه مش انا. انا مش قلقان، لان عارف انه شاطر وحاوط وقلبه زي الحديد، وان شاء الله ربنا هيسترها معاه. خلاص استبينا، ولما يرجع الجولة نقعده ونسأله ونشوف سبب الزيارة ايه. عايزني في حاجة تانية يا عمدي، ما هو مش معقول تكون مناديلي عشان تطمن على مشوار الجولة. معاك حق، أنا الموضوع اللي كنت عايزك فيه أهم بكتير من الجولة. النسب اللي بينا يا حج. تقصد يعني ايوه الفتحة اللي قرناها، فتحت اخويا عبد الله على بنتك ام الخير، حبت تنسيتها ولا ايه؟ لا ودي حاجه تتنسى، الفتحه كتاب يا ابن اخويا، واحنا مستنيين كلامكم. يا ريت تشاور اهل بيتك علشان يحددوا معاد نكتب فيه الكتاب، وزي ما بيقولوا خير البر عاجله. اه طبعا امال، ربنا يسهل. سلام انا بقى. شرفت يا حج. ادخلي يا ام راشد. ليلتك بيضه يا ست منى. عايزه يعني ما ندهتلكيش. الحجه الكبيري ام العمده وسيد العمده مستنظرينك تتعشوا سوا. قولي لهم نامت. افرضي سيد العمده جه ولادك صحيين. هعمل نايمه، هعمل نايمه. مالك يا ستاه؟ ماليش، انا خدمتك يا ست، حلفتك بالعيش والملح اللي كان تفطر. ما تستكتري تأمني لي على سر. ما فيش اسرار يا هاني. اسمعي، انا عايزه ابعتك مرسال لابويا في عزبه السخاوي دلوقتي. طب ومين هيديني الاذن اخرج من هنا في وقت زي دي؟ طب اقولك، انت تروحي للغفير شهاب في اوضته، تقدري تروحي لهم الباب اللي بيطلع على الحوش الوراني من غير ما حد يلمحك، قولي له ست خضره بتقول لك روح للحاج عبد الرحمن السخاوي دلوقتي، وقول له ان هي عايزاها بكره ضروري. انت نادحتي لي يابا؟ ايوه يا ام الخير. اقعدي. الحاج امك فين؟ قالت لي اجيلك الاول لغايه ما تخلص هي الشعريه والمخروطه مع الوليه ام ابراهيم. شعريه ومخروطه يبقى فيها للفجر. بقول لك ايه؟ تحب كتب كتابك انت؟ هو العمد فتح الموضوع معاك؟ ايوه ومستعجل، والعريس كمان مستعجل. والنبي يابا عبد الله كمان مستعجل؟ يوه بقولكيش، لولا الملامة كانوا قالوا الجمعة دي. الله يابا أمرها فرحوا. استني استني يا أم الخير. في إيه بس تاني يابا؟ أنا كنت بفكر يعني تسافر أنت وأمك المنصورة ولا طنطا تنجي هدمتين تفصليهم للكتاب. وماله يابا؟ يا ريت. الجنة في طاعتك مش رجي. على فين يا غفير مش رجي؟ بتسأل ليه يا غفير دسوق؟ ليه؟ هو السؤال حرم ولا ايه؟ لا يا اخويا ما حرمش، لكن سايب دركك ليه؟ امشي نجر على دركك بحر البالة. الله 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 الله، انت بتديني اوامر يا غفير؟ ده انا اقدم منك والميري بيقول. اني اللي اقول يا غفير، ولو شفتك بتتبصص عليا ولا قاطرني اني هقدرك. مالي ايدي بنت عيلة. وبعدها رمح ورا كارتة الحاج عبد الخالق وغاب عن نظري. قلت اجي وابلغك زي ما قلت لي. قال لك انه هيقدرك. والله عاد انا كمان جه في بالي انك رجيت وخليته رئيس علينا، اصل كان قاعد بيتكلم ومنفوخ نفخة البول. مش انا اللي نفخته يا ولا. انت قلت لي الحاج عبد خالق
راح تعريشة غنيمة؟ ايوه، واكيد حيسهر هناك. نوار المدينة، صلوا على نبينا، نوار المدينة، الدنيا يا طارق انت لي يا زينة. والله عندك حق يا واد يا مجاور، القعدة هني احلى مليون مرة من قعدة التعريشي. على قولك يا سعداني، انما انت ما قلت ليش ايه رايك في الخبطه اللي رجعها العمده لدار السوالم والسخاويه نوبه واحده. خبطه ايه بس يا مجاور؟ هو انت مش في الدنيا يا سعداني؟ بقى ما سمعتش ان فتح الله الحسيني اشترى ارض لا لها طول ولا عرض من طين الخديوي؟ سمعت زيك بالظبط، بس ايه اللي هيخليها خبطه للسوالم والسخاويه؟ هيستجوب الارض دي عليهم ويحبس العمودية في سلسال عرفان ويرتبها لأخوه ومن بعده لابنه. ابني مين يا زنخ يا ابو مخ زنخ؟ فتح الله ما جابش صبيان خالص. عارف جاب بيت، بس الجزية بنت عزام حبل ويمكن تجيب الولد. يلا احنا مني لالينا في العمودية ولا لينا في الطين، احنا أجرية بنشتغل تحت رجلين الكل، سوا ولاد سالم ولا ولاد عرفان. الحق دي يا راجل، عيب عليك، ده نار الراكيه والعي واحنا اتنين والناس حواليني، ما تخافش يا مجاور. قال اقول لي، هو الحاج عبد الخالي صحيح مربي جوز ديابه بيحرسوا له ارضه؟ اهو كلام، الديابه ما بتولفش. ايوه، انا ابويا قال لي زمان يا مجاور، الديب والبني ادم ما يولفوش على بعض وما لهمش امان. أمال إحنا مولفين إزاي؟ من صغرنا وإحنا مغروسين في الشقي بنخدم زي العبيد، بيرمونا اللقمة بنلقطها من التراب، مربوطين في ناف زي تران السواجي، بنكبر وإحنا محنيين بنستعدل لنومة القبر. إيه اللي بتقوله ده يا سعدان؟ كتر الحزن يعلم البكا. خليك في حالك يا مجاور وخدها سيري. لو النعمة ما هو نيم بجد ده، بسم الله الرحمن الرحيم، فز يا سعداني فز. قال عفريت، قال مع عفريت اللي بني آدم. فضلوا الاثنين في قعدتهم ورا التعريشة لغاية الشعر ما خلص والأهالي انفضوا قرب الفجر، وجاب الشيخ عبد الخالق راح على داره، وشيخ الغفر بدل ما يروح على داره راح على بيت اخته اللي ساكنه في عزبه السخاوي. طب يا مشرقي كمل على نفس النظام. بالاذن يا سيدني، الحاج يونس شيخ البلد والحاج عبد الرحمن طالبين الاذن. شيخ البلد ما يستناش الاذن يا غفير، قول لهم اتفضلوا، وانت يا مشرقي روح للي وراك. امر الجناب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج يونس. اهلا بيك يا عمده، والف الحمد لله على السلامه. اهلا يا خال. ازيك يا فتح الله؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضل استريح. حاج بيقول يريح قلبك يا ابني. مساء الخير، اتفضل استريح. بعد اذنك انا هرجع لكم بعد ما تشربوا القهوه. دلوقتي بعد اذنك يعني هروح اطل على خضره وارجع. اتفضل يا خال اتفضل. القهوه غفير. يعني لولا الملامه كنت جيت اتكفى في نصاص الليالي. طب ليه كده يا ابني؟ ماني قلت للمرسال يقول لك تيجي الصبح. المرسال يقول اللي يقوله، لا انا ولا امك كنا قادرين نستنى للصبح. كده يا خضرة تبعتي مرسال لابوك من وراي ليه؟ لو تعبانه في حاجي ولا مزنوقه في حاجي ما جيتيليش ليه؟ اجي اقول لك ايه يا عم؟ اقول لك اني مش طايقه اقعد في الدار دي ولا ليله ثانيه، واني عايزه اروح لبيت ابويا؟ لا هتسمعيني ولا هتهوديني وهتنزلي فيا، واخرتها هستحي منك واقعد غصب عني. العمد ناوي يتجوز عليا يابا. ايه؟ جبت الكلام ده منين يا بنت؟ انا اللي قلت لها يا عبد الرحمن، وقلت لما اقوله هيبقى اخف. طب ليه؟ ليه يا ست اخواتها؟ فيها ايه خضرة يتعيب عشان فتح الله يتجوز عليها؟ طب الجازيه وما كانتش بتخلف، لكن خضرة جابت له نعمه وان شاء الله قريب هتجيب له الواد. ايه الحكايه؟ مش خلفه صبيان وبنات؟ دي
دي السكة المضمونة اللي تجيب الأرض من دايرة الخداوي. يا عم إن شاء الله فتح الله يكون عنده ألف سبب يخلوه يتجوز. أنا ما عنديش ولا سبب يخليني أقبل أعيش مع درة تدخل علي. ما أنت دخلتي على درة. والله هي قبلتها. وأنت أحسن منها في إيه؟ دي بنت عزام الحسيني. وأنا بنت عبد الرحمن السخاوي وأنت سخاوية زيي. بس يا بيت أنت جنتي صوتك يعلى قدامي وقدام عمتك. سيبها يا عبد الرحمن. أنا حاسة بالنار اللي فيها. أنا قلت لها الطاطي لغاية الريح ما تعدي. والتالتة اللي هيتجوزها دي مصراوية تربية سرايات. يعني مش حطيق عيشة الفلاحين والعمدة عارف كده. وهي إذا ما قالت حقي برقبتي خلصوني. كلام معقول برضك. يا اللي إيده في الماء مش زي اللي إيده في النار. أنا أكتر واحدة دريانة بنفسي. قعد في الدار دي مانيش قاعد. إن شاء الله تقطعوا لي حتت. ومن ساعتها لا حس ولا خبر. وكأن الأرض انشدت وبلعته. أنا بلغنا كل اللي حصل يا حاج. وقلبي معاك وما الحاج أم جعفر. وأنا ما كنتش مستني زيارتك. أنا كنت هتحرك من نفسي. عشان كده أنا جيت. أنا عارف إنك أنت زعلان من حمات حبتين. عشان خلاك بعت بنتنا رضوانة عند الشيخ مجاهد في السوق. لكن قسما بالله ما كنت أعرف. غير ما تحلف يا حاج أنا متأكد. وأنا مش زعلان من حماد لأن حماد ما غلطش. لكن المشغلة من بعيد لبعيد ممكن تجيب من وراها مشاكل. علشان كده أنا بعدت أختي. أما بالنسبة للي حصل لحماد وجعفر فده موضوع تاني ويخص الأمن. يعني يخصني أنا. لأن العمدة اللي ما يقدرش ياخد باله من أهله وناسه ما يستحقش يحكمهم ولا يكون عليهم عمدة. بارك الله فيك. كأني شايف الشيخ إسماعيل الحسيني. صحيح يا أولاد اللي خلف ما ماتش. تعيش يا حاج. وأنا أهدك إن حماد وجعفر هيرجعوا زي ما قلت لك. ده حسبنا عليه. مصدقك يا عمدة. أسلم أنا كمان قهوتي. تفضل يا خال. تسلم الأياد يا عمدة. الحجة عايزاك في كلمة. أنا بقول تروح عند بيت أبوها تقعد يومين على بال دمها ما يروق وترجع ترد تاني. الناس هتقول إيه يا حجة لما يشوفوها أخذ السكة قياسة بين بشنين وعزبة السخاوي. بعدين هي ما كانتش عند أبوها طول ما أنا مسافر وأنا بقالي راجع ليلتين. ماني لحيت عليك إني ما بقولهاش على حكاية الجوازة الجديدة. قلت لي لا. قلت لك نستنى شوية يا فتح الله. قلت لي أصلح لها إنها تعرف من دلوقتي عشان ساعتها يبقى الخبر قديم وتتعود عليه. أيوة بس المفروض لما تقولي لها ولو زعلانة أو غضبانة إنها تكلمني أنا مش تاخد في وشها على بيت أبوها. وفيها إيه لما تهابك وتكلمني أنا؟ أنا برضه عمتها قبل ما أكون حماتها وأم العمدة. ما فيهاش حاجة كسرو. لو عايزة تروح بيت أبوها تعمل حسابها إنها ماشية غضبانة. ولو قعدت هناك بدل اليوم ألف تعمل حسابها إني مش حصل فيها. كتر خيرك يا عمي. هو ده العشم برضو يا ابن عمتي يا أبو بنتي. اسمع اللي بقول لك عليها يا خضري. يعني مشاكلي وهمومي تل ما يختل ومش فاضي دلع الحريق. انت مش متجوزة فلاح ولا تملي ولا اي راجل همه بيته وعياله. انت متجوزة عمدة. عارفة يعني ايه عمدة؟ انا محتاج اللي يشلني ويسعدني مش اللي يحملني ويزود همومي. انت ما قلت لهاش حاجة ولا ايه؟ قبل ما اقوله ابوها قال وتعارك معاها. لكن نعمل ايه؟ دماغها ناشف زي الحجر الصوان. مجادي هذا خطر. يعني ما ترجاك يا عمدة. هاودني هاودني وما تزعلش مني. انت برضو كبير واني حتة بنت صغيرة اتقهرت قالت تختلي بعيد وتصالح روحها. انا مش غضبان ولا يمكن هخرج من دارك غضبانة يا عمدة. حتى انكرشتني هردلك زي الريال البراني. غلبتين يا خضرة. روحي روحي جهز هدومك وروحي لأبوك. وانت راضي عني؟ ربنا يرضى عنا جميعا. Thank you.
ايوه عارف اللي بتفكري فيه، يبقى انا على طول في عينيكي، وعارف كمان ان انا اللي جبته لنفسي، وهفضل عامل زي اللي بيلاعب القرد في مولد سيدي القرواني. بصراحه انا متكل عليكي في موضوع الستات دي. وماله يا ضناي وماله؟ وبمناسبه الحريم والعرايس عملت ايه مع الحاج يونس شيخ البلد؟ عدت ان انا ادور على حماد وجعفر وارجعهم، وربنا يوفقني ويحقق وعدي. بس ده ماله ومال الله. نسيت اقول لك، مش الحاجه روضه جماعته زارتني واتكلمت معايا على رضوان الحماد، وانا قلت لها لما يرجع من السفر حبقى اقول له. رضوان وحماد، يا يمه انا نسيت الموضوع ده خالص. تنسختك يا فتح الله؟ انا انسى رضوانه؟ ده مستحيل يا امه. انا اطمنت عليها وهي قاعده عند عمتي ومعها حسن، لكن دلوقتي ناوي ترجعها البلد تاني؟ انت ايه رايك؟ غيبتها طالت جو والبنت وحشتني. انا ما عنديش مانع، بس نلاقي حماد وابن عمه الاول. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا مولانا تفضل. وانت حلوه؟ امر يا سيدنا. انتم عارفين ان اهم حاجه تخلي العمده له هيبه، ويكون في نظر الاهالي عمده ملوه هدومه، انه يحقق لهم الامن، يخليهم يناموا مرتاحين مش خايفين على اولادهم واموالهم او عرضهم كده، ولا لا؟ كده طبعا يا فتح الله. واظن يا سيدنا ان الامن في زمان بشنين والعزب اللي حواليها مظبوط ومفيش اي شكوى. الامان ما بيتحسبش بزمام الاداره علوان، لانه بيبتدي في كل الزمامات اللي محوطاك، وبشنين محتاجه تامين من براها، لان براها هيش وبراري وسياحات مليانه مجرمين وشيخ منصر واولاد ليه. احنا لازم نجهم عليهم في شحورهم وعششهم ومخابئهم ونقطع دبرهم. ما يصحش ان نقعد مرحرحين ما نعملش حاجه، ونبعت الغفر في الزمام يضربوا نار على الديابه والضبوعه. وما يصحش كمان ان شيخ البلد يجي النهارده ويقول لي ان ابنه وابن اخوه مفقودين ضايعين، واحنا نقعد نتاوب ونترجع في صوابعنا ونقول ان احنا ملناش دعوه، لان اللي حصل ده بره بشنين، بره الزمام اللي احنا حاكمينه. الله يفتح عليك يا عمدي، اهو دي الكلام. جرى ايه يا مولانا؟ انت شيخ جامع ولا مطيباتي؟ ايه؟ انت بتسخر مني يا شيخ الغفر؟ اخصى عليك وقدام عندتنا؟ ما تولعهاش بقى، خليك محضر خير. لا، انا لا يمكن اقعد معاك في مجلس بالاذن يا عمدي. استنى يا مولانا، انا عايزك. وانا تحت امرك يا عمدي. فيه كلمتين لازم اقولهم لك بعد ما اخلص شغل مع شيخ الغفر. ايه قولك يا علواء؟ المثل بيقول يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، واني بتحرك في كام غفير. كام غفير بنحتكم عليهم هنا يا سيدنا؟ يا دوب 35، خمسه منهم تبع الدوار والمنزل حراسه مستديمه، وعشره في عزبه السخاوي، وخمسه في عزبه الصيادين، والسلاح كمان على الجد. وما اقدرش اخد ال 15 غفير اللي باجين بيحرسوا بشنين واسرحهم في البراري ورا المنصر واسيب بشنين عريانه. جيب غفر جداد، ان شاء الله 100 غفير حتى. ايوه، بس المساله دي هتاخد وقت. ما فيش وقت. اشرقي، تحت امرك جنابك يا سيدي. من بكره جند 100 غفير، تقدر؟ من ليله لو حبيت يا سيدنا. التمليه والطرحيله والفلاحين اللي ما حليتهمش الطين. الوان، انت هتلم القوة اللي موجودة في البلد وتطلع بيهم في تجريدة للبراري، هتمسحها من شرقها لغربها، واحنا هندبرها هنا بالغفر اللي موجودين في عزبة السخاوي وعزبة الصيادين لحد مشرقي ما يدبر الغفر الجداد. ايوه يا سيدني، بس التجريدة دي مش هترجع الا بجعفر وحماد، وانت مأذون لك تعمل ما بدالك. عندك تصريح تضرب نار على اي مجرم او ابن ليل؟ يلا، مفيش وقت. حاضر يا سيدنا، حاضر. حكايتك ايه يا ابن تعيلب؟ مأمور زيك يا ابن ابو حجر. ايه رأيك يا مولانا؟ رأيي لما تقول لي الأول مين شيخ غفرك الجديد؟
مش رجي؟ خدني ولعب بي ودوخيني يا لمونه، ما ادانيش حتى قيمه نفس اخده واعرف غرضه ايه. ابن اسماعيل الحسيني باينه يا سيدنا عايز يوزعنا. ايه ويامن البلد بمين يا تسوق؟ ما سمعتش سيدنا وهو بيقول انه اتفق مع مشرقي يعمل طقم غفر جداد؟ الحكايه بالسهل كده ولا بالسهل كده؟ ده لازم يجيب تصريح من المديريه وماضي عليه الحكم درزت نفسه. وش اضاك انه ما عملش التصريح ده؟ بس منك ليه؟ خلينا نعرف نفكر. حاضر يا سيدنا، يلا يا حلاوي يلا. استنوا، حد فيكم يجري بسرعه على بيت الحاج عبد خالق ويشوفه في داره ولا لا، ويجي يقول لي عشان عايزه ضروري. وماله يا شيخ الغاف؟ ها متوحش من ايه؟ عايز اعرف اللي في دماغ فتح الله يا ابو الحاج. وهيكون ايه اللي في دماغه؟ يعني الراجل عارف ان الامن مسؤوليه العمده، والكلام اللي قاله لك صح ودليل على ان دماغه واعره ومش سهل. يا ابو الحاج فتح الله عايزنا نسرح في البلاري كلاتنا ندور على السخاويه التايهين، ويلف هو بقى ويجمع غفر جداد يربيهم على ايديه وبعيد عن نظري، علشان لما ارجع الاقي جوة غفر تحت ايديه وانا ماليش عليهم كلمه. وهي معقوله يبقى العمده وشيخ غفر مع بعض؟ ما ينفعش يا علوان. يعني ايه يا حاج؟ يعني لازما هيعين شيخ غفر مؤكد زي ما عمل العمده اللي فات الحاج سالم. فاكر لما خلى شيخ الغفر اللي جابلك وشبطه في الحج وطوله قرشين عشان يروح يحج، وخلاه لك في الحجاز وراح جايبك ومعينك وكل شيخ غفر؟ ايوه طبعا فاكر يا حج. وبعد ما راجع ابو اليزيد ايه اللي حصل؟ وايه لزوم الكلام ده دلوقتي يا ابو الحج؟ مش راح يسلم على الحج صادق؟ قال له قدام كبارات البلد كلهم معلش يا ابو اليزيد بينك هتقعد للثلاث فدادين اللي عندك وتبشرهم بنفسك، البه الحكم دار عين وكل شيء غفر بدالك. جاتك ايه يا حاج صادق؟ كل ما افتكر منظر ابو اليزيد وهو واقف مبلم وعمال يبرطم ويقول عملتها عمده دي اخرتها، عملتها عمده يا ابو صابر. ياه لسه بسطاك الحكايه دي لغايه دلوقت؟ طيب بقى بمناسبه ابو صابر، ايه اخبار صابر؟ صابر؟ صابر مين؟ ابن العمده اللي فات. طب وانا هعرف اخباره منين يا شيخ الغافر؟ اياك لدلوقتي تجولي ما بعتلكش. والجولي هيبعتلي مين يا علوان؟ وهو محتاجني برساله. ما سمعتش عن حاجة اسمها التلغراف؟ فيه مكتب في البرلس ومكتب جرنة في بيلا. ممنونين لك يا سيدي على الخبرية دي. يا ابو الحاج يعني غرضي نوحد مصالحنا ونخدم بعض. لو في شيء في دماغك انفضه في حجري واني افكر وارد عليك. السلام عليكم حضرة العمدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فينك يا راجل؟ يعني تحت النظر. استريح، يعني استحوطتك قلت انك سافرت ولا حاجه. لا والله انا يعني بس تلاقيت في الارض شويه، الدوده شد حيلها جو السنه دي. ايوه محصول القطن السنه دي بانه مش هيصح. شرف فين تحيه علاق؟ حالا يا سيدنا. متشكرين يا سيدنا، ما كانش فيه لزوم للتحيه، انا يعني جيت بس اسلم عليك لما قابلني الغفير مشرقي وقال انك بتسال عليا. وقال ما تاخد تحيتك انا هفهمك كل حاجه. كده تبقى عايز دي في شغل؟ ما اقدرش استغنى عنك. هو لي تحت امر مشوار طويل وصعب. اه ربنا يقدرنا. لكن انت بتقول ان الارض شغلاه. اسيبها لولاد اختي زي ما كان. يلا هات اللي عندك. دخلتوا اكل للضيوف اللي جوه زي كل يوم يا ريس. واحد بياكل والتاني مصمم ما يدوكش السيف. وبعدين ده بقاله على الحال ده كتير، لو فضل كده هيفطس ومش هنستفيد من وراه حاجه. انت مش بعت المرسال؟ هو ما رجعش يا عجمي. عوج عوج ودي مش عادته.
يكون وضع في ايدين غفر ولا عسكر؟ يا محجوب ما تنبرش امال. محجوب مش غلطان يا عجمي. انا نفسي ابتديت اجلج والفار بيلعب في عبي. على العموم احنا هنستنى الليله. لو ما ردش هنبيع الجوز اللي جوه دول. افتح يا عجمي. يا ساتر. ايه ريحة الزريبة اللي تخنق دي؟ انتوا مستحملين ازاي تعيشوا جواه؟ انتوا ضيافتكوا طالت عندنا ومش عايزينكوا تعفنوا هنا. كفاية عليكوا ريحة الزريبة المدة اللي فاتت دي. خلاص اعفى عننا وسيبنا. وانا هستفيد ايه لما اعفى عنكم؟ لو تصدقني هتستفاد كتير. وايه يضمن لي؟ كلمة شرف ويمين على المصحف. تسوى ايه عندك كلمة الشرف دي يا عجل؟ ولا تسوى 20 خردة؟ يعني ابويا شيخ بلد وهيدفع لكم الحلوان اللي انتوا عايزينه. هنشوف. هتخرجونا؟ لما المرسال بتاعنا يرجع بالفلوس. تبعتوا مرسال؟ لمين؟ احنا ما قلناش اسامي اهالينا ولا العناوين. انتوا ما قلتوش رغم ان الضرب اللي كلتوه يبرك جمال. لكن العرباج اللي كنتوا راكبين معاه ما استحملش كف واحد وجرب المطرح اللي جابكم منه من دسوق وسمعكم بتتكلموا عن الشيخ مجاهد الحسيني شيخ المعهد بتسوق. الشيخ مجاهد مش قريبنا. ده حسينه واحنا مش حسينه. كل شيء هيبان لما يرجع المرسال بتاعنا بالفلوس. وساعتها يا اما تكون كلت فنسيبك يا إما تكون مت فنرميك للديابة. كل غضبك على الأكل مش هيجيب نتيجة. قول يا حماد بدل ما تخسر روحك تخسر رضوانة اللي حارج نفسك عليها. كل عشان ما تحصرهاش عليها. أنا معرفش حد بالأسامي دي. دول كانوا عندك ونزلوا عشان يسافروا وقعوا في إيدين المنصر. وأني راجل شغلتي دي أتوسط وأسلم المخطوف بعد ما يندفع الحلوان. أني ما عنديش حد ضايع عشان أدفع عشانه حلوان. طب يا شيخنا مروقة منك لأجل جدعين واجعين في عرضك إذا كانوا مش ولادك دلنا على اهاليهم. انا ما اعرفش اهالي حد بالاسامي دي. مع السلامه. طب يا شيخنا قلب الاسمين في دماغك جعفر وحماد. انا اللي اقدر اعمله ابلغ اساميهم للمناديه والعدويه. بس قول لي الاول هو انتوا طالبين كام عشان تعتقوهم؟ ده انا حيلا مرسال لا حينوبنا ابيض ولا اسود. باختصار 100 جنيه على الراس. طب غرب الوش امشي 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 من هنا امشي. ما كنتش اعرف مين الضيف ده وشكله ما كانش مريح بالنسبه لي ابدا. تهيجلي ان عينيه كانت بتبرق بالشر. وتاكدت لما لقيت الشيخ مجاهد مدخن وروحه في مناخيره واول مره اشوفه بيتعارك مع العمه زمزم. جرالك ايه يا شيخ مجاهد؟ رضوى انا ذنبها ايه؟ دي ما تعرفش اصلا حد فيهم. بلاش نضحك على بعض يا زمزم. امال لما كنتيش انت اللي حكيالي بلسانك الحكايه اللي بسببها العمده فتح الله بعتها عشان تعيش معانا هنا؟ ما هو كمان من قبلها بعت حسن كان وراه ايه من راخه. ما تضيقيش خلقي يا زمزم. انا ما فتحتلكش سيره اي حاجه. انت اللي بتتعارك معايا بسبب الراجل اللي جالك والكلام اللي قالهولك. معناته الكلام اللي قاله ان حماد وابن عمه شافوا رضوانة لما جم دسوق. لا عندك اوعى تخلي غضبك يغلطك. بنت اخويا متربيه ومفيش غبار على توبها ولا بطحة على راسها. انا ما قصدتش حاجه. حقك علي. تحبي احبي على راسك؟ مش حابه يا مجاهد. وبكره شده الاغراف اللي فتح الله تقول له يبعت حد من طرفه ياخدني بشنين اوصل رضوانه لايد امها زي ما جابتها نوديها. الله انت مكبره الحكايه كده ليه يا زمزم؟ عايزه تصغريني قدام مرات اخوك واولاده؟ عايزاهم يقولوا مجاهد ما طقش البنيه وخرجها من داره؟ ما حدش هيقول كلام من ده. دي زيارة وخلصت ورضوانة مسيرها في يوم ترجع دار العمد. طيب بلاش اليومين دول.
نستنى مسامحة المدارس، يعني يكون فات وقت و... خير البر عاجله، وبكرة شد التلغراف. مدام خير البر عاجله، أخدكم ماني ونسافر بشنين. كنت متأكد إن رضوانة عرفت كل اللي اتقال، إن ما كانتش سمعت بودانها تبقى رجيحة سمعت بدلها وبلغتها بالحرف. ادخل يا رجيحة. ناني حسن يا رضوان. تعال يا حسن. مالك يا رضوان؟ قول يا حسن. أقول لك إيه؟ هو صحيح حمام وجع في ايد المنصر؟ والله الراجل اللي جه وجاب الجوز عمتك قال كده. يبقوا هيموتوه، هيموتوه من تحت راسي يا حسن. انت مالك انت بس؟ هو انت اللي قلتي له يجي وراكي تسوق ويخوض وراكي في البراري في عز الليل؟ كاني قلت له، كاني شديته يا حسن. كان جاي عشان يشوفني، كان جاي عشان يعرفني انه هو لسه ما نسانيش. طب بس 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 اعملي معروف، بعدين لعمتك تسمعنا ولا حاجة. بعدين عيب، عيب يا رضوانة، عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده على شخص مفيش ما بينك وما بينه اي صلة. سمني ما اختك يا شيخ حسن، وراح شوف الشيخ مجاهد عايزك في ايه. فكرت وقلت لنفسي ايه الداعي نبعت تلغرافات ونقلق الناس ويبعتولنا حد واللفة دي كلها؟ ما احنا نتكل على الله من اوله. اخد الست عمتك ومعانا رضوانة ونسافر على بشنين. طب والمعهد يا مولانا؟ المعهد تقريبا الدراسة فيه انتهت، والمسامحة جربت، والشيخ الزنكلوني هيقوم بالواجب. يعني الحقيقة يا شيخ حسن الظروف مواتية، واني بقالي سنين ياما ما زرتش، وبشنين هف علي. اللي تشوفه يا بشيخ مجاهد. ايوه بس فيه مشكلة. مشكلة ايه لا سمح الله؟ انت يا شيخ حسن احنا ما نأمنش نسيبك لوحدك. هو صحيح المدة قصيرة، يعني جمعة بالكتير ونكون رجعنا، لكن برضو. برضو ايه يا بشيخ مجاهد؟ واني اللي هيقعدني لوحدي هنا؟ اني رجلي على رجلكم. اها، طب والمعهد؟ امتحانات اخر السنة. ماني يرجع معاكم، بس هي فرصة يا بشيخ مجاهد اروح اشوف امي واخواتي واسلم على اصحابي، وحشيني قوي. كل حتة في بشنين وحشاني. اوعي تعملي اللي بتعمليه ده قدام امك ولا قدام اخوكي فتح الله. اعجلي يا رضوان وداري اللي في قلبك يا ضناي. مفيش بنات من بيوت الحسب والنسب مأذونين يطلعوا اللي جواهم كده على البهلي. حاضر حاضر يا عمتي، بس انا خايفه قوي لحد يكون وصل لاخويا العمده بالكذب ان ولادي السخاوي جم هنا واني قابلتهم. ده جليل ما ضلحني. ما تخافيش يا حيلتي، انا والشيخ مجاهد رايحين معاكي، ولا يمكن نسيبك ونرجع الا ما نبقى مطمنين ومتاكدين ان محدش هيدوس لك على طرف ولا يمس شعره من راسك. وهتتكلمي مع امي بخصوص حمام؟ ايه مش لما الجدع يبان الاول. يا رب يا عمتي يا رب. كل ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن الاشياء ماشية ورضا. هو ابن ادم ريشة عايشة في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك سواب، وحسابنا عند الله في يوم الحساب. وحسابنا عند الله الحساب. والصبر طيب، الصبر طيب. بحر الحياة متاهات وبر النجاة، في الغيب طايحة بما رياح القدر. في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر. ونشك سكتنا في قلب الضباب. هو ابن آدم ريشة طايشة
شزه وطار